بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة اليوم عن الممثل القدير فتى الشاشة الأسمر أحمد زكي. هو صاحب القدرة الكبيرة على التقليد، هو الممثل القدير الذي تقمص كل الشخصيات. أحمد زكي في وجدان المشاهد العربي هو عبد الناصر في ناصر 56، والسادات في فيلم أيام السادات، وعبد الحليم في فيلم حليم. من هو أحمد زكي؟ أحمد زكي هو أحمد زكي متولي عبد الرحمن بدوي، المولود في 18 نوفمبر 1949 في الزقازيق. التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج سنة 73، وتخرج منه بتقدير امتياز. كان أول ظهور له في مسرحية اسمها حمادة ومها عام 67، كانت أثناء الدراسة، وكان يقلد فيها الممثل محمود المليجي. أول ظهور له على شاشة السينما كان في فيلم ولدي عام 1972 أمام الممثل القدير فريد شوقي. أما أول بطولة مطلقة له فكانت في سنة 1978 أمام سعاد حسني في فيلم شفيق أو متولي. قدم بعدها العديد من الأفلام البارزة، ويعتبر أحمد زكي هو ثالث أكثر الممثلين في قائمة أفضل 100 فيلم مصري، حيث له في القائمة 6 أفلام هي البريء وزوجة رجل مهم، الحب فوق هضبة الهرم، اسكندرية ليه، أحلام هند وكاميليا، وأبناء الصمت. حصل أحمد زكي على عدة جوائز وعلى تكريم في مهرجان القاهرة السينمائي سنة 90 ومهرجان الإسكندرية سنة 89، وكذلك العديد من الجوائز والتكريمات الأخرى. أحمد زكي كان الابن الوحيد لأبوه الذي بعد ولادته مباشرة توفي، وتزوجت أمه بعد وفاة زوجها، فقام جده بتربيته. حصل على الإعدادية ثم دخل المدرسة الصناعية، مارس هواية التمثيل على مسرح المدرسة، وفي حفل التخرج تمت دعوة مجموعة من الممثلين من القاهرة الذين نصحوه بالالتحاق بمعهد الفنون المسرحية. أثناء دراسته بالمعهد عمل في مسرحية هلو شلبي. تخرج أحمد زكي من المعهد أي معهد الفنون المسرحية سنة 73، وكان الأول على دفعته بتقدير امتياز. قام بالتمثيل في أعمال مسرحية ناجحة جماهيريا مثل مدرسة المشاغبين، وكذلك في مسرحية العيال كبر، ثم لمع بعد ذلك في التلفزيون في مسلسل هو وهي، وكذلك في فيلم أنا لا أكذب ولكني أتجمل سنة 81، وكذلك في العديد من الأفلام التي حصل منها على جوائز عديدة. تزوج أحمد زكي من الممثلة الراحلة هالة فؤاد، وأنجب منها ابنه الوحيد هيثم، ثم انفصل هو وهالة فؤاد قبل وفاته، وكما قلنا أنه أنجب منها ابنه الوحيد هيثم الذي توفي لاحقا في 2019، وقد شارك ابنه هيثم في المحليم وأكمل في المحليم في بعض المشاهد التي كان قد توفى أثناء التصوير أحمد زكي أثناء تصوير هذا الفيلم. كانت أول جائزة له عن فيلم طائر على الطريق. لقد تألق أحمد زكي في شخصيات الطبقة الفقيرة، وقدم في كل مرة وجها أكثر صدقا للمصري الأصيل. جسد شخصية عبد الناصر في ناصر 56، وشخصية السادات في فيلم أيام السادات، وشخصية عميد الأدب العربي طه حسين في مسلسل أيام، وكذلك شخصية العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في فيلم حليم. أصيب بمرض سرطان الرئة نتيجة كثرة شرب السجائر، وعولج على نفقة الدولة حتى توفي بعد صراع مع المرض في يوم 27 مارس 2005، وتردد أنه أصيب بالعمى في أواخر أيامه، إلا أنه طلب من المحيطين به التكتم على الخبر، وقد توفي عن عمر 58 عاما. رحم الله فتى الشاشة الأسمر عبقري تقمص الشخصيات، وأكثر وأفضل من جسد شخصيات المشاهير على الشاشة الفضية. نرجو منكم التكرم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.